مرحبا، أنا ديليك بيجان من تركيا. أعاني من الدهون المتمركزة في أماكن متفرقة من جسمي وخاصة منطقة البطن، وقمت بالعديد من الحميات الغذائية ومارست التمارين الرياضية ولكن دون جدوى، فلم أستطع التخلص من تلك الدهون العنيدة. قررت الاستعانة بطبيب متخصص، وبالفعل ذهبت إلى عدة أطباء، وفي نهاية المطاف قررت اختيار الدكتور بيريش. السيدة ديليك قدمت إلينا لتخضع لعملية ليبوسكشن أو شفط الدهون. خضعت للعملية بالفعل، وأتابع الآن مع الدكتور بيريش مع التزام الحمية الغذائية والنصائح التي أعطاني إياها. استخدمت تقنية فيزر مع السيدة ديليك، وهي شفط الدهون بالموجات فوق الصوتية، لأننا نقوم بإذابة الدهون عبر تلك الموجات ثم نقوم بشفطها للخارج، وبذلك لا يتشكل لدينا تموجات، والجسم يتأقلم مع شكله أسرع، وفترة الشفاء أيضا تكون أقل. أشعر بالراحة النفسية الآن، وأشكر الدكتور بيريش وفريقه جداً.